من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار المنتظر حدوثها اليوم. النهاردة هيتم إطلاق برنامج تدريبي لتفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر. البرنامج بيستهدف تأهيل وتدريب مديري المدارس الابتدائية. النهاردة كمان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة هيشارك في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم والمنعقد بدولة موريتانيا تحت عنوان بذل السلام للعالم. كمان النهاردة هيتم إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجاناً في التخصصات الطبية المختلفة، وهتكون في محافظات الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة، المنيا، الدقهلية والقاهرة. ورياضيا النهاردة فريق الأهلي هيواجه فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقام في الإمارات الساعة 6:30 بالليل. كل التوفيق إن شاء الله النهاردة للنادي الأهلي.